السلام عليكم الخوت، تحياتي لكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير. بغيت ندير هاد الميني فلوغ، بغيت ندير تعريف لهاد السوق. هاد السوق هذا ديال سطات كيتعد من اقدم السواق بالمغرب، وهاد السوق هذا ما كيعمرش غير نهار السبت، بل كيعمر الجمعه والسبت والحد. الجمعه كيعمر بالجمال، ونهار السبت كيعمر بالبقر. كما كتشوفوا البقر كيدخل فيه الاشكال والانواع، وعاوتاني كيدخل بالغنم اللي حتى هي كتدخل بالاشكال والانواع عاده باش الخيل. الخيل فيها الخيل ديال تبوريضه، وفيها العودات، وفيها حتى الجدوع الصغار. ودابا غادي تشوفوا كيفاش كيدوز السوق من الاول حتى الاخر، كيفاش كيفطروا الناس، كيفاش كيدوز الاجواء في السوق، وكيفاش كتكون تبوريضه، ولا شريتي عاود كيفاش تقلب. هادشي كامل ما غاديش يفوت 6 دقائق 7 دقائق باش تستافدوا، والله يدير الخير. الله يستر. الخوت في السوق منين كيبدا؟ كيبدا من عند الحباب. وتحيه لولاد سعيد. الله يسهل عليكم. هاد السفينجة الله يحفظك، هاد السفينجة هادو راه بلديين ديال بصح، من السوق الاسبوعي ديال سطات كيف ما قلت لكم. كاين اللي كيبغي هاد السفنج، كاين اللي كيبغي البيض، كديروا كل شيء ياك اخويا. حتى البيض اتاي كل شيء. الله يعطيك الرضا، الله يعطيك الرضا المايسترو، الله يعطيك الرضا. انا الخوت هادي الجمهور هادي. نص كيلو صوب، واحد نص كيلو معاك. انا راه الناس راه ارحب ليا بالجمهور، ما رحبتش انا بالجمهور. اللي قالك من عند اشرف عارف اش خاصك دير معاه. الله يسهل. انا الخوت الله يدير الخير. هاي دي اقول لكم مرحبا. يعطيك الرضا. الله يسهل عليك اخويا. ايوا الخوت، من بعد ما غنساليو نمشيو باش نوريكم بويضات. ضروري ضروري نوري الجمهور. الله يحفظك لي. الله يسهل عليك يا ولد الخير، باش نمشيو نوري الجمهور بويضات بلديين تا هما. والله يدير الخير. الله يسهل. راه استاذ الله يحفظك لي، اللي غيخوي لينا اتاي راه مشى. ودرتي الروينة عثمان. عثمان يلا اخويا اعتقنا. الله يدير الخير. اختبار تحت الضغط. اول مرة وقعت. اول مرة تخويا تاي ماكشي نوي. والله يدير الخير. انتوما الخوت دابا حنا كلينا السفنج، ان شاء الله غادي نمشيو عاوتاني عاد مول البيض، تشوفوا البيض اللي كيفاش كيطيب وداكشي، ومن بعد غادي نمشيو عاد مول الفاكهه باش تشوفوا حتى الفاكهه. الله يدير الخير. راه الجمهور ربع عثمان الكاس ديال على بركه الله. واخا ما درتيش الكشكوشه. الكشكوشه بغيتي كثار كثار المعلم. الله يدير الخير. خوت كيف ما قلت لكم، احنا جينا عند با سطوف اللي عنده بيضات بلديين وعندو بيض رومي. مهم كلشي كياكل، فقير اللي لاباس عليه كلشي كياكل. تحيه لبا سطوف. واقيلا با سطوف حتى اللي ما عندوش مرحبا به، ولا هذيك غتخرج علينا هذيك. والله يدير الخير. قلت لكم الخوت قبيله باللي هذا السوق هذا فيه المواشي. هانتوما هما المعاز، وهما النعجات، وهما الحواله، كلشي كيكون اليوم. وغدا كتكون الخضره، والبارح كيكونوا الجمال. الله يدير الخير. دابا ان شاء الله كيف ما قلت لكم نمشيو عند مول الفاكهه باش نشوفوا كيفاش كدوز الاجواء. والله يدير الخير. انا الخوت المليح. هانتوما راه هذا الفلوق، هذا ميني فلوق هذا درتو على قبلكم. هانتوما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قبيله صورت لكم النعاج، الناس اللي ما كيعرفوش بحال هكا في المواشي غيقول لك لا صورتي غير الغنم عيان، هذوك راه نعجات، هادو هما الخرفان. الله يبارك، الله يسهل على الجميع. تبارك الله على صاحبي، تحيه للشباب. انا الخوت الله يحفظك ليا. كي داير مولاي هاني؟ الله يحفظك ليا. المهم الخوت باش نشرح لكم مزيان، هاد السوق اللي كتسمعوا السوق الاسبوعي، فهاد السوق هذا الناس ديال الباديه ديال هاد الاقليم هذا كيجيو يتقداو داكشي ديالهم كامل، كاين الخضره، كاين الدقيق، كاين الزيت، كاين كلشي كيتقداو من السوق. داكشي علاش كتسمع سوق اسبوعي. الله يدير الخير. اكيد هانتوما التمر على الاشكال والانواع، كاوكاو، اللوز، الفاكهه. هاد الناس راه توحشوا حلوه المكانه. هاي حلوه المكانه الخوت. الله يدير الخير. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا. الله يسهلك. اسمح لي يا خويا، ما رحبتيش بالجمهور اصاحبي. الله يسهل عليك. الله يحفظك لي. ايوا الخوت كيف ما وعدناكم، حنا جناكم عند مول الفاكهه. ها القرقع. الله يبارك الله يبارك. هادشي مالك يا خويا، هادشي مالك يا خويا. انا اللوز مقلي، اللوز عادي، كلشي كاين، جميع الانواع. الله يعطيك الصحه.
الله يحفظك، الله يسهل عليكم، الله يسهل، الله يحفظكم. انتوما الخوت من بعد ما جينا من عند مولاه، انتوما مرحبا ديال الماعزه، واحد من ينظر يا سلام سبحان الله العظيم. الله يسهل عليك، الله يسهل، الله يحفظك. انتوما الخوت الله يبارك، الاشكال والانواع، الله يدير الخير.